أسلم. هذا المقبرة القديمة طبعا لمنطقة وزن، أصابها طبعا صاروخين من صواريخ الجراد، ولم تسنو حتى المدينة القديمة المسجلة في التراث العالمي من صواريخ الجراد. هذه المدينة القديمة لوزن طبعا، هذا قصر، هذا قصر وزن الأثري هذه الجهة من القصر انهار نتيجة القصف الصاروخي لكتائب القذافي لوزن. القصر يقع على جبل من جبال في وزن، تم ضربه من قبل صواريخ القذافي، هناك جزء كبير منه سقط بسبب صواريخ